السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وبخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة أكلة حلوة جدا جدا، اللي هي عبارة عن متبلة بالبدنجان. هيكون معايا أو زي شاورما بالبدنجان كده. أنا جايبة هنا بدنجانتين قطعتهم كيوب زي ما انتم شايفين، ورشيت عليهم ملح وسبتهم لحد ما تصفوا خالص. وهيكون معايا شاورما دجاج. الشاورما دي انا مجهزاها في ضمن تحضيرات كنت عامله لكم فيديو كده، هحطه لكم فوق في الاي هيظهر. كميه تتبيلات للدجاج باشكال مختلفه نفعتني جدا صراحه، لما بحتاجها بطلعها. هي عباره عن عليها زبادي يوناني او ممكن ساور كريم اللي هي القشطه الحامضيه، ومعاها توابل توم باودر وبصل باودر وزعتر وكميه من الزيت وليمون وكركم، وبركنها في التلاجة. بتبقى عندي جاهزة كده زي ما انتم شايفين، بطلعها قبل الوجبة بحوالي ساعة واجهزها نعملها شاورما حلوة جدا. بالنسبة للبدنجان قطعته كيوب زي ما انتم شايفين كده صغير كده، ورشيت عليه ملح وسبته لما اتصفى. هدخله الفرن، هحط عليه بس قليل من زيت الزيتون بالشكل ده كده. ولو انتي خايفه يلزق ممكن تحطي ورقه زبده، بس انا بحطه كده بالرف الوسطاني ما بيلزقش معايا. ورقه الزبده افضل كمان، وادهنها زيت واحطه، او عايزه تحمريه في زيت زيتون مفيش مشاكل. تمام دوت، هدخله الفرن ونجهز مع بعض الشاورما ونشوف شكل الصوص اللي هيتحط عليها. لو انتي اول مره تشوفي قناتي وعجبك الفيديو، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يترفع حبايبي، عشان كلنا نستفيد ونعمل اكلات كتيره ونبقى عارفين ان الاكل الصحي او الكيتو ما فيهوش اي حرمان. يلا بينا نبدا مع بعض. زي ما احنا شايفين طاسه على النار، وهبتدي اضيف فيها حوالي معلقه من الزبده. انا حاطه طبعا في الشاورما زيت زيتون حوالي معلقتين على الكميه ديت، وهبتدي انزل الشاورما زي ما هنشوف. بس اهم حاجه تكون الطاسه سخنه عشان زي ما انتم سامعين كده نعمل صدمه للدجاج بالشكل ده. ومش هقلبها خالص لحد ما تاخد تحميره كده من تحت عشان تبقى معايا جوسي وما تنزلش ميتها، والنار هنا تكون نار عاليه. زي ما احنا شايفين حبايبي اول ما ابتدت تغلي كده الصوص اللي فيها دوت يبتدي يسخن ويدي كده غليان، ببتدي بقى اقلب الدجاج زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. وشايفين لونها قد ايه وريحتها تحفه طبعا، لان هي بقى لها فتره متبله. هبتدي بقى اقلبها كل شويه كده لحد ما تتشرب كل الميه اللي فيها ديت، اللي كان فيها خل وليمون طبعا، ولحد ما تتحمر معايا خالص وتكون شاورما جاهزه. والبدنجان زي ما احنا عارفين كده في الفرن بيتحمر، وبقلبه من وقت للتاني. نكمل مع بعض ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. زي ما احنا شايفين حبايبي هبتدي اعمل الصوص بتاع المتبل البدنجان. هيكون معايا حوالي معلقه من الطحينه او الراشي، ومعلقه من صور كريم او قشطه حامضيه او زبادي يوناني، انا بستخدم جهينه، وملح وخل ونص ليمونه، وهحتاج كمان معايا توم باودر وبصل باودر. هبتدي اخد الطحينة او الراشي، هضيف عليها معلقة واحدة بس من الزبادي اليوناني، لان انا طبعا عاملة كمية صغيرة. انا هنا حاطة اسفة قشطة حامضية وممكن زبادي يوناني خلاص. هضيف عليها حوالي معلقة من الخل، خل عادي او خل التفاح، ورشة ملح وتوم بودر وبصل بودر نص معلقة لان الكمية صغيرة، وبرده في نص معلقه من الثوم البودر. هقلب وهبتدي اجيب بس نص ليمونه، واحط نص ليمونه كده زي ما احنا شايفين عشان الليمون بيديله مزازه وطعم حلو قوي. وهقلب، حاسه ان السمك بتاع الصوص تقيل شويه، هضيف بس قليل كده من الميه، حاجه بسيطه معلقتين كده بس، وهبتدي اقلبه. شايفين ممكن احط كمان نقطة اخففه، حاجة بسيطة كمان زي ما احنا شايفين. في تريكة بقى كمان هعملها، بس انا عملته فيديو امبارح اللي هو الكريب اللي عملته، هوريكم شكله. ده حبايبي الكريب اللي عملته معاكم امبارح في فيديو امبارح، هو عبارة عن شوفوا الفيديو هيعجبكم، احط لكم
صندوق الوصف الفيديو، هاخد بقى الكريب اللي انا عملته دوت هحطه في الفرن عشان يتحمص عشان اعمل بيه شاورما او متبل البدنجان. احطه في الفرن احمصه ونشوفه مع بعض. هنبتدي نجهز مع بعض طبق متبل البدنجان. زي ما انتم شايفين ادي البدنجان بعد ما حطيته في الفرن اهو، هنزله كده. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها، وهبتدي انزل معاها الكريب اللي انا حمرته. شايفين شكله حلو جدا. اهم حاجه توطي النار وتدهنيه كده، قطعته بالمقص وتدهنيه بقليل من الزيت. شايفين، وبعدين حطيت عليه الشاورما. ودي الشاورما بعد ما خلصناها بالشكل ده. وبعدين هضيف كمان قليل من البدنجان عشان يبان، يبقى متبل البدنجان بالشكل ده حلو جدا. واخر حاجه هضيفها هي الصوص اللي احنا عملناه مع بعض اهو. الصوص بقى بيديله طعم حلو جدا زي ما احنا شايفين. واخر حاجه هجيب اي نوع من الخضره، بقدونس، كزبره، احاول ان انا اضيفهم كده عشان نشكل بيهم شكل الطبق، يبقى نجرنشه بالشكل ده. وهضيف اخر حاجه كميه من المكسرات، انا مش محمصاها ولا حاجه اهي، تدي معانا طعم وشكل حلو قوي. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، جربوه هيعجبكم جدا. واشوفكم بألف خير وسعاده. ولاول مره يشوف قناتي ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والتعليق الحلو. واشوفكم بألف خير وسعاده وبالهنا والشفا.